مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ولها فسرارها تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب وناب، تنهش بروحي أصرخ وأنا أصرخ يا مطر، وأنا أصرخ يا مطر. جرح الدفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. خضيت شيء وان كل الاتهامات يلي ضدي باطله؟ انا في حياتي ما سرقت شيء من حد. اصلا هسه كان ايش في عشان ينسرق منه؟ ولا بس تحبون تشوهون سمعه اللي افضل منكم؟ في هذه الحاله نبلغ الشرطه. الشرطه لا. يعني انت موافقه على انه حقي يضيع مثل ما يضيع حق بقيه البنات اللي تنسرق اشياءهم كل يوم والفاعل مجهول؟ تعبت وانا اقول حق كل وحده منكن تدير بالها على اغراضها،
ويفضل لو ما تحتفظوا بالأغراض الثمينة في السكن. سمعتن؟ أيوة. فلوسي وأغراضي تطلع يعني تطلع. وينش يا أستاذة؟ ومن دام إني في السكن حوش ما رديتي على طول؟ ليلى، ليلى. كنت أدور عليه. أوه، يلفوا ويدوروا ويلفوا ويدوروا ويردوا على ذياب أولاده. أنا تباني أجلس في البيت؟ يعني ماشي شغل غير عندهم؟ دورت وما حصلت شغل غير عندهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعشيت ولا اسوي لك عشاء؟ ما اشتهي ما، شكرا. ما شاء الله ما شاء الله. قل لي يا ولدي كيف كان يومك الأول في المكتب؟ زين. يلا من بكرة تبدأ تستقبل الزباين، وأنا خبرت الأهل والأصدقاء ووصيتهم يو عندك المكتب لو احتاجوا لأي محامي. ما قصرت يا أبوي. نويت تشتري سيارة؟ يعني بصراحة أفكر، سيارة هيثم يعني ما مناسبة لسني. نقي السيارة اللي تباها وأنا مستعد أجيب لك إياها. مشكور يا أبوي، بس أنا ما مستعجل، يوم أقرر بقول لك. وعليكم السلام. وش فيهم ولادي؟ وش مستوى في هالبيت؟ كل واحد عايش بعالم، ما حد يعرف عن اخوه. لا، ذياب لازم يشوف له صرفه. وش اللي بينك وبين ابونا؟
وش قصدك؟ ما فهمت. أنا حاس إنه في سر، وسر كبير بعد، وما تبغى حد يعرف عنه شيء. وعلشان أبوي يضمن سكوتك يعطيك كل اللي تباه حتى قبل لا تطلبه. وش هالكلام الله يهديك؟ أي سر وأي خرابيط؟ أبوي هو أبوك، مثل ما يعطيني يعطيك، بس الفرق أني أنا أعرف وش أريد، أما أنت فبعدك ما قررت وش تريد. خلى عنك هالكلام، أنت أصلاً من يوم ما رجعت من السفر وأنت متغير. ما أنت جيفر أخوي، كأنك إنسان ثاني. شوف نفسك، كبرت سنين في شهور، كأنك شايل هم، هم كاسر ظهرك. طلال، بسك من هالكلام. لا ما بس، أنا بفهم. جيفر، أنا أخوك، شاركني همك. ما أقدر. حويش، ما أقدر وبس. لازم في سبب. أيوة في سبب، وما أقدر أقول لك عن السبب. أنا ابتليت وغصب عني تحملت اللي عرفته، فما في داعي تعيش نفس العذاب اللي أنا أعيشه. طلال، لو سمحت خليني بروحي الحين. الحياة ما لازم توقف عند حد، ولازم تستمر. طلال خلاص، رفعت ضغطي تراك، تعبت. وانا اعتذر واقول مشاكل الطالبات في السكن نستني اتصل. والله حلو، زوجتي المتفانية سكت التلفون في وجهي عشان تحل مشاكل الطالبات. اذا كنت خبيرة حل مشاكل، حلي مشاكلنا نحن واولادنا. طلال بسك، راسي بينفجر منك ومن الطالبات ومن السكن ومن الدنيا. هذا انت ما مستحمله كلمه واحده، كان شيء استراحه وراده. الواحد ما يقدر يقول الشيء. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني وافقت؟ وحد يقدر يرفض أرض مثل هذا؟ ممتاز يا فهد، تعال معي أعرفك على نظام الشغل. تفضل. شكرا.
بدلي مني شوف ابي بدلي مني بدلي ان شاء الله. يا حيا والله مرحبتين، حيا والله بلازم سيف. حيا الدوم شيخ مبارك، السلام عليكم. يا حيا وسهلا والله. حالك. حياك الله شيخ مبارك. يا حي يا سهل والله. كيف حالك؟ عساك بخير. الحمد لله. شبابك انت؟ الحمد لله. كيف شراك؟ نشكر الله على كل حال. الله يعافيك. حي. الا اشوفك روحك. وين الربع؟ تقصد فايل وقاسم؟ ايه. لكن من في شغله. الا بغيت اسالك شيخ مبارك. تفضل. اللي اسمه قاسم من هنا؟ وليش تنشد عنه؟ سمعت عنه شيء ولا شيء؟ لا بس حاس اني اعرفه. قاسم ريل اختي، يعني منا وفينا. ايوه بس انا سمعت انه غريب. انت من قال لك هذا الكلام ذي؟ ها؟ هني شيخ مبارك خال ولاد قاسم. كيف يستوي غريب؟ انت من خبرك بهذا الخبر ذي؟ يعني معقوله اني اني اشامي واحد غريب وما اعرفه؟ قاسم هذي رجال فقير مسكين عايش في حاله، تصدق حتى ما يخالط الناس إلا كان في ضرورة الضرورة بس، علشان ما يسوي مشاكل اللي نفسه هو ما يحبه. ما يحب يسوي المشاكل لدرجة إنه يهرب من أي مواجهة مع الشرطة مثل هذاك اليوم، أو إنه يغطي وجهه يوم يشوفني في السوق. شر ما قلت لك، قاسم هذي رجال فقير عايش في حاله، كاف خيره وشره في بيته. وإذا كنت أنت سمعت غير ذي كلام اللي قاعد أهاليك به فأنت خبرني. وطبعا بعد ما تدخل بيانات العميل كلها تحفظها بهالطريقة، فهمت؟ وأنا عندي أقدر أفتح الملف وأدخل فيه كل المعلومات عن القضية، واضح؟ يلا وش تنتظر؟ شوف شغلك. السلام عليكم، مكتب المحامي جايبر الحلاوي، تفضل. لحظة لو سمحت، هذا شخص يقول انه من طرف العم دياب وان عنده قضية. حول المكالمة. لحظة لو سمحت. حويش، لأن أهلي ما قادرين يدفعوا رسومها، وأخواني اللي كانوا يساعدوا أبوي يتزوجوا وصاروا محتاجين لرواتبهم. تعالي دخلي داخل وإن شاء الله بنلاقي حل حمشكلتش. كيف يا أستاذة ما دام إن إيجار الغرفة صاير نار؟ هذا من غير مصاريفنا، نحن من وين نجيب؟ قلتلش تعالي وبنفكر في حل. بس أخوي جاي ياخذني. أخوش أنا بتكلم معه. تعالي دخلي داخل. يلا تعالي. أنا يوم شفت رسالتك بصراحة ما صدقت. صار لي كم يوم أحاول أتصل فيش، تليفونك كله مغلق. بصراحة أنا قلت أكيد هذا غيرت الرقم وما باغي يتكلمني. كيف؟ أهل الشلوه عنك؟ الله يسامحهم، هذول ما يعرفوا قيمة النقال في الحياة المعاصرة. المهم أشوفش في المجمع؟ لا لا ما أقدر ما أقدر، أخاف أخواني يشوفوني لأنهم صايرين يروحوا نفس المجمع. خلينا على التليفون ما يسد، خليها للظروف. أنا لازم بسكر الحين. تصبح على خير.
سويتها يا ابوي؟ حتى هذه ما تسمح لي اختارها روحي؟ بس هذه واحدة من اختياراتك. انا شفت الكتيب عندك. بس كان في غيرها. بس هذه احلاهن. على الاقل خلي لي حرية اختيار اللون. انا سألت في الوكالة وقالوا لي هو هذا اللون المفضل عندك. هذه سيارة جيفر؟ الله مبروك عليك، يعطيك خيرها ويكفيك شرها ان شاء الله. ان شاء الله. هذه السيارة لايقة عليك مع ذيك السيارة؟ سير اركب السيارة، أبى أشوفك وأنت تسوق. أهلاً أستاذ. إيه نعم ذكرتك من البنك. خير إن شاء الله. بعد ساعة أكون عندك. مع السلامة. صفية! أوه صفية! صفية تعالي صفية! أشوف أوراقك كثرانه. تعالي شوفي تعالي تعالي كحل عيونك تعالي شوفي هنا بيكون بيتنا السعيد بعد الترميم. هنا؟ هنا ذا المكان وعدالة الشقق اللي بنأجرها. عداله يا سلام يا سلام يا صفيه شوف الدنيا كيف بتتغير ونحن بعد بنستوى اغنياء وماشي حالي حال حد لا يكون محمود يمعه انت تحلم هذا الواقع قدامش كل الواقع قدامش كيف نحن ما تكلمنا بهالموضوع امس ولا نسيتي هذا بيت شريفه ولادها كيف ترممها وتبنيه بلا شورها اما عن نفسي بصراحه ما اقدر اقص على اختي الحمد لله رب العالمين ما ناقصنا شيء انا وولادي
الله يخليها تاج على راسي يا رب. هذا وش يسوي بها؟ اسقطها. وانا افتح لهم الاعتماد والحساب، عرفت انهم راغبين في الاستثمار العقاري. رحت كلمتهم عن مشروعك وتحمسوا له كثير وطالبين يقابلوك. انا عاجز عن شكرك يا استاذ. لا تشكرني ولا شيء. من يوم ما طالبك رفض معنا وانا حاسس بتأنيب الضمير. كنت حاب اساعدك باي طريقه، بس انا متاكد ان انت حاولت قدر استطاعتك، بس القرار الاخير حمجلس الاداره. ما علينا من اللي راح. خذ هاي بطاقه مدير الشركه، اتصل فيه واكيد راح يحددوا موعد سريع. ولا تنسى التصاميم والدراسات، وتفائل بالخير ان شاء الله. يلا شكرا. لا. السلام عليكم با. وعليكم السلام يا ولدي. كيف شفت السيارة؟ مشكور يا أبوي. صدقني لو كنت اخترت سيارة ما بختار غيرها. شفت يا ولدي، أنت تشبهني في أشياء كثيرة حتى في الذوق. عن إذنك، بسير أبدل ملابسي. أنا سرت المكتب وبعدها المكتبة. والافتتاح قريب إن شاء الله. إن شاء الله، عن إذنك. جيفر. نعم. أنا عارف يا ولدي إني جالس أضغط عليك، بس صدقني يا ولدي هذا لمصلحتك، مصلحة العائلة ومصلحتك ومصلحتي. بس أنا تعذبني حالتك ما سمع. تعذبك حالتي؟ ولا تأخير اللي جالس تترياه؟ أنا أبوك يا ولدي، ما عدوك، ويألمني إني أشوفك تتعذب. سير يا ولدي، سير راضي زوجتك وعدها لبيتك. لمتى بتخليه كذا معتقد انك في بيت اهلك؟ ما اريده يعرف باني في سكن الطالبات، لان لو عرف راح يجيني كل يوم ويسبب لي مشاكل، وانا للحين ما قلت له باني وين ادرس. واذا عرف؟ ساعتها بطلع لي اي كذبه وهو بيصدقها. عارفه لو قلتي شيء للاستاذه ليلى؟ إجازة ونتهنى فيها من جيفر عماها الإجازة. ما حد يتهنى بالإجازة، أنت راسل. حد قال صيدة صيدة منطقة ملغومة. زوجة أخوي تشتغل هنا. هذه مكانها هي؟ هي. يلا خلنا نسير مني. بس هذه قلت لك خلنا نسير مني، هذه دواها عندي. بعد كم ما كملتوه؟
هذا لازم يكتمل. بعدين انت اللي حاول في بسرعه خلصوا اسمع مشكله. وهذا الشيء الثاني هذه الصبغه لازم تكون تتناسق مع الصبغه تتناسق مع هذا معلوم وصل يتناسق مع او انكم تغيروا بلون ثاني خبروا اسمع مشكله. حتى هذا السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف حالك يا ابو صباح النور. السلام عليكم. تعالي. هاي ولدي بشر. ان شاء الله تصالحت مع سلام. ما علي يا ولدي، حاول مرة ثانية. سما تستاهل. أنت طلبتني هني عشان تسألني عن سما؟ لا يا ولدي لا، أنا كنت أباك تتعرف على المهندس علشان تتابع معاه المشروع. أذكر أني طلبت منك تبعدنا عن أشغالك، ممكن تلبي لي هالرغبة على الأقل؟ أنت شايف هذا المجمع كله؟ أنا نويت أكتبه باسم ولدك سعد الحلاوي. مشكور يا ابوي، ريحتني من تعب اختيار اسم حولتي. بس يا اختي بس لا تصيحي، يفداش كل شيء. وش اسوي يا اختي؟ لا راضي يشتغل ولا شيء، كأنه مكتوب علي ان اعيش في شقة. تراني عارفه البير وغطاء. المهم وش اللي يرضيش؟ الترميم اللي جاي حيمعه عن يفوتنا. انا بشتري من عندش البيت لان البنيان بيكون فيه، المهم انه ما يفوتنا الدور. بس يا اختي هذا مال ايتام، بيع وشراء. تو انا ما فاهم كيف طلب الترميم باسم يمع والبيت ينكتب باسمش. يمع يقول انه بيتصرف. عثرية ريا دورة من سنتين وضام عني. طلب ترميم سنتين ويطلع؟ سبحان الله. انزين وثمن البيت نفسه؟ بيكون مكتوب بيني وبينش وفي المحكمة. بس أول شيء وقعي لي على الأوراق، ها؟ علشان يستعجلوا في الطلب، عقب نتبايع وتضمنوا نصيبكم. وقعنا شيء غير؟ المهم لا تزعل. ها إيش تشوفين؟ ما أشوف حد. أنت متأكدة إنه هو؟ لا أظني هو. لما بيتصل اكيد بعرف انه كان هو ولا لا. وايش بتسويني اذا كان شايفه؟ ساعتها لازم بطلع كذبه وهو بيصدقها. يا عيني عليكي يا الواثقه. أشكرك يا أستاذة إنك عطيتيني حق اختيار الغرفة، وأخيراً حسيت بمعاناة من ذي الثنتين. منى ما يجوز تتكلمي على زميلاتش بهذه الطريقة. المهم إني أشكرك ولو إني خلاص. لا تسبقي الأحداث، ركزي على دراستش وإن شاء الله موضوع الرسوم بينحل. أنا بكلم إدارة الكلية و... ما في فايدة لأنك موظفة، وقوفك معي يخليك في موقف محرج. مثل ما قلت يا أستاذة، الحين بركز في دراستي لحد ما أعرف قرار الكلية. عموماً أبدي بداية جديدة بدل المعاناة اللي كنت فيها معهم. إيش هالخبر السعيد؟ وكالة الأنباء انتقلت؟ يعني ماشي خبر عاجل من هالغرفة؟ ما أصدق. لا خبر عاجل ولا تصريح من مصدر مسؤول،
رفض الكشف عن اسمه. أوف فكة، يعني الواحد ترد للحرية اللي كانت مفقودة في هالسكن. لا لا حبيبتي، والخبر العاجل إن أهلها الكحيانين ما عندهم يدفعوا لها مصاريف الدراسة. الحمد لله أمي باعت ذهبها وأرضها ودفعت مصاريف دراستي بالكامل. أنا غير، أنا أدرس بمنحة من الحكومة، يعني ما شايلة هم. المهم هذه منه تفارقنا. نو هو انزين ردت عليه؟ لا بعدني ما جهزت الكذبة. أنا لما حكالي عنك أستاذ صراحة تحمست كثير للمشروع، بس ما بتعرف هيك مشروع بدون رأس مالي كبير. أكيد، وهذا يعتبر حجر العثرة الأساسي أمام تنفيذ المشروع. ما تواخذني أستاذ، طبعا أنا بس طلعت من البنك سألت عنك وعرفت إنه أبوك من أكبر رجال الأعمال بالمنطقة، ليش ما عرضت علي هو الموضوع؟ شوف أستاذ، أنا ما أحب أعتمد على الوالد في كل شيء، أحب يكون لي مشروعي الخاص. ورجاءً يا أستاذ الوالد ما يكون له علاقة في الموضوع. أطمئن كثير، بوعدك نهائياً ما يكون له علاقة بالموضوع. شكراً. بس بالإضافة إلى أنه المشروع محتاج لرأس مال كبير، محتاج إلى أرض كبيرة. أكيد، الحمد لله الأراضي متوفرة أستاذ، وبالمساحات اللي يحتاجها المشروع. ومثل ما تعرف أسعار الأراضي الحين مستقرة. تعرف لو لقينا الشخص اللي عنده مثل قطعة الأرض هاي ممكن يفوت معنا شريك بالمشروع، يعني حسب قيمة قطعة الأرض يعني تقريبا الربع. الزبون الأول بهالسرعة خليه يدخل، يقول إنه من طرف العم ذياب. وش تنتظر؟ خليه يتفضل. إن شاء الله. شريك بالربع، يا سلام لو عندي الأرض، بس من وين؟ حوش ما أطلب من أبوي. لا لا لا، ما بيكون له علاقة بالموضوع، أحسن أفكر في شخص يملك مثل هالأرض وأعرض عليه الفكرة. وهذه المشكلة، أنا بحس أني سكت وما طالب التسجيل نص المزرعة باسمي، بس عندي الشهود يشهدوا ان المزرعة ملكي. طمن ان شاء الله حقك بيرجع لك. اكيد يا استاذ، ما دام الحق معك فاكيد بتربح القضية. يعني اخوي ما بياخذ حقي وياكل المزرعة بكبرها؟ طالما عندك شهود يأكدوا صحة كلامك طمن. شكرا يا استاذ، شكرا شكرا، جزاك الله خير. لا شكرا على واجب، هذا شغلي. تفضل عند الأخ فهد يفتح لك ملف وياخذ منك البيانات كلها. جزاك الله خير، الله يخليك. أحسن، الله يحفظك. مشكور، الله يحفظك. وعليكم السلام. طلال، أنا اليوم رحت مع خالي علي السجل العقاري وتنازلت له عن البيت. متى؟ اليوم الظهر. أنت طالعة من البيت على دوام، يعني ما استأذنت تروحي مكان ثاني؟ أنت وش قصدك؟ تبي تحرقيني وتصغريني في عيالي؟ طلال ويش؟
أنا ما إلي قدر، ما إلي احترام، ما إلي كلمة. انقشعت الغيوم وبدا لي الأفق جليا بعلاقة با. لماذا ما زلت أدور حول نفسي؟ ألا أنني لست مستعدة لتجربة حمل أي لقب بعد أن جربت لقب متزوجة مع وقف الحب؟ ترى هل ستأخلى يوما عن هذا اللقب؟ وهل أنا مستعدة لغير ذلك؟